مساء الورد على كل الستات وكل الدنيا، تحية جديدة وتحية. مساء الخير، مساء الخير عليكم، مساء الورد لكل مشاهدينا. حلقة جديدة من ستات دوت كوم. النهاردة موضوع الحلقة شائك جدا، هو مش جديد، احنا مش هنتفزلك فيه. احنا النهاردة هنتكلم عن الحموات. زي ما انتوا عارفين، في حموات يعني ناس لطيفة وعادية وعارفة ان دورها في الحياة بس مجرد انها تقدم نصيحة، تساعد لو قدرت. اما في حموات بقى من نوعية الناس اللي دايما رفع شعار لازم اذبح القطه. خلوني ارحب بضيوف النهارده، مدام ايمان لطفي، اهلا وسهلا اهلا بيكي، وسهلا بحضرتك. وارحب طبعا بضيفتي الخاله نفتالينا اللئيمه، اهلا وسهلا يا خاله، مساء الخير عليك، شرفتين. شرف مقدارك يا بنتي. طبعا برحب بيكو كل مشاهدين اللي بيشرفونا النهارده وبيشوفونا. يا ريت تتصلوا وتتواصلوا معانا عشان حلقه النهارده هيحصل فيها مشاكل كتير جدا. النهارده حلقتنا بتتكلم عن الحموات، ازاي اعرف اتعامل مع الحما اللي عايزه تسيطر واللي عايزه تذبح القطه، وازاي الحما اللي هي عندها قدره على التعامل انها تتعامل مع مرات الابن اللي داخله عايزه تسيطر او شايفه انها داخله حرب. خلينا نبتدي بصراحه كده، جاوبيني بصراحه عشان انا عارفه انت حما مسيطره ولا حما طيبه. بصي، قولي. نقول الاول بسم الله والصلاه والسلام على حبيب ورسول الله عليه الصلاه والسلام. في مثل بيقول لك ايه؟ دعوة الحما في السماء ودعوة الأم في الكم. ابتدينا بقى، يعني أنا دعوتي طايلاها من سابع سما لسابع أرض، والأرض دي أنا وأبوه وهو الزرعة اللي فيها، والزرعة دي لما تطلع وتطرح تعم علي أنا وأبوه. ما تجيش واحدة في الآخر تقول لي أنا ولا أمك. لا أمك يعني. طيب، ما هو ده وجهة النظر اللي احنا عايزين نوضحها، ان الأم دي حاجة أساسية في الحياة. ما هو يعني امر طبيعي ان اي حد في الدنيا اي حد بيحب امه اكتر حد. ما هو العيب مش عندي انا يعني. امال العيب العيب عندها وعند اهلها، ما ربوهاش ان انا زي امها، هما ربوها تاخديه تحت باطك وتجيبيه لامك. يعني انت عايزه تفهميني انك بتحترمي خصوصيات مرات ابنك؟ اكيد. يعني مثلا لو هما مش موجودين في البيت، او مثلا هل انت ممكن تخشي بيتهم وهما مش موجودين، مسافرين، معاكي نسخه مش مفتاح؟ بيت ولدي؟ بيت ولدي ولا مش بيت لا، ولدي؟ بيت ولدك وماله كله وحاله لمين؟ انت ومالك لابيك. وانا مظبوط. لا بيه وامه. يعني هو قال ابيه، ما قالش. يعني في ناس تقول لك ابوه مش امه، لا انا امه، انا اللي ربيته، تمام. يبقى خيره لازم يعم عليا. الشجره اللي انا طلعتها دي تطرح خير عليا. تمام. طبعا انا متفقه معاكي جدا، لكن اكيد الموضوع بيبقى ليه تنظيم. يمكن مدام ايمان ليها راي تاني. مدام ايمان، اتفضل. خليني اسال حضرتك، هل يا ترى مرات الابن اللي بتطالب بانها يبقى ليها خصوصيه، ليها بيتها ما حدش يدخله وهي مش موجوده، اللي هي عايزه دايما يكون اي حد يجي يزورها لازم يستأذن او يعرفها ان هو جاي، هل الكلام ده بالنسبه لك كلام منطقي ومقبول؟ منطقي جدا طبعا، ليها خصوصياتها ولازم احنا نحترم خصوصياتها، لان اي حاجة انا مثلا اقبلها على بنتي اقبلها على مرتب. هو الصح ان احنا نحترم خصوصياتها، والصح ان احنا ما ندخلش مكانها وهي مش موجودة، وما نتعداش على اي حاجة تخصها الا بعلمها. ده كلام جميل جدا وكلام مظبوط. يعني انت شايفة ان ده بالنسبة لك مش ابدا انتقاص من حقوقك كأم؟ لا 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 لا. طيب خليني كده اسالك سؤال، يا اتفضل. ترى لو جت مرات الابن عايزه تسيطر، او عايزه زي ما تقولوا كده اللي هي لا انا هذبح القطه، لا انا بقى خلاص انا اللي بقيت الطب، انت ممكن تتعاملي معاها ازاي؟ والله لو انا ربيت ابني من البدايه يعني ايه حقوق زوجتك، ويعني ايه حق امك، ويعني ايه حق ابوك وحق اخواتك، انا هبقى مطمنه، لان انا في الوقت ده ممكن انا يعني ما يكونش ليا يعني دور، وابني هو ليه الدور الاكبر، يبقى دوره هو الاكبر. طب والحق والخاله نفتالين، ايه رايك؟ والله انا رايي ايوه، ان المفروض الام تربي بنتها الاول. انا دلوقتي بقى بتكلم، انت خلاص الام ربت بنتها وسلمتها لك، وهي دلوقتي بقت في عهدتك، بقت يعني مرات انا ابنك. عندي مرات ابني ساكنه في الجاي بيت عيله. ايوه. اقوم الصبح العيال على صرخه واحده، اطلع الاقيها نايمه لحد 2 الظهر، اخبط على الباب زي ما بتقولي كده خصوصيات، ما ردتش علي، والعيل على صرخ، مش هدخل اشوف فيها ايه. لا انت كده لحد كده صح. دخلت نايمه بس طول الليل تحط في الاحمر والاخضر،
وتحط ملك حنك البطه، ولا بتقولوا عليها بوز البطه كده يعني. هي ما هياش ناقصه بوز يعني، ليه البوز يعني انت طب الحلال. انا طب انت كده مش شايف انك بتدخلي في خصوصياتها او في طريقه ادارتها فين المتعه حتى لو مش غلط؟ ده ولد ولدي؟ اه ولد ولدي سايباه ينعر كده طول الليل والنهار من غير وكل. طلعت عملت لهم اللقمه وعملت لهم الاكل، وفي الاخر تقولي ما تتدخليش. لا اتدخل، كيف ما تدخلش؟ ابني هيجي من شغله تعبان وانت نايمه لحد الساعه 2 و3. لا اتدخل، انت ما عندكيش خبره وامك ما علمتكيش ايه حقوقك وحقوق الراجل اللي انت اتجوزتيه. طيب خلينا كده نشوف يمكن السادة المشاهدين حد فيهم يبقى ليه رأي تاني معانا. نبيل ألو ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بيك يا نبيل، اتفضل. ازي حياتك؟ الله حياتك ايه؟ أهلا وسهلا بيك، الله يخليك، الحمد لله منورين الدنيا والله، رب ربنا يخليك، وكلكم ما شاء الله منورين الشاشة. ربنا وانا بحب يخليك. بس عايز اتكلم اقول كلمتين بس لامي اللي قاعدة قدامك ديت. والله ربنا يخليها لنا، يعني مرات اخواتي كلهم قاعدين جنبيها دلوقتي بيتفرجوا عليها ومبسوطين جدا، وهي يعني كلهم نفسهم يتكلموا في التليفون ويقعدوا يمدحوا فيها، بس يعني من كتر ما هم كلهم مكسوفين مش عارفين. يعني انت فهم بتوجه كافيين كلهم تحية والله. لمين بقى؟ بدي الحقيقة الأستاذة إيمان لطفي اللي قاعدة قدام حضرتك. طيب ماشي، انت شرفتنا طبعا باتصالك يا نبيل. طب في حاجة عايز تضيفها؟ طيب الاتصال قطع، ناخد أميرة. ألو الو، مساء الخير يا أميرة. ايوه استأذنك اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. مسامحوش. اسمعيني من التليفون يا أميرة. طب انا وطيت التلفزيون. طيب ماشي، ازيك؟ خلاص انتي معانا على الهوا، اتكلمي انا بقى. عايزه اقول الموضوع حلو تتكلموا فيه. ايوه الو الو، سامعاكي، اتفضلي، انتي معانا على الهوا، اتفضلي. بقول لحضرتك الموضوع حلو اللي انتوا بتتكلموا فيه. الله يخليكي. طيب انت ايه رأيك في الكلام ده؟ هل بس انا عايزه اقول ان ممكن ما اكونش ساكنه جنب حماتي ايوه وما تعرفش عني حاجه، فما تتدخلش عشان ممكن اعمل ابنها قدامها كويس جدا ونورها ما اكلوش ولا شربوا ولا عمل اي حاجه. فالكلمه الطيبه لمرات الابن دي حاجه كويسه جدا. يعني انت معترضه على كلام خاله نفتالينا ان هي مش من حقها ان تتدخل في خصوصيات البيت، وان انت حق الاداره بتاعك لوحدك، انت تديري البيت وهي بس ليها حق النصيحه، مظبوط؟ لا ماشي. هي بصي على عيني، انا ليا برضو اخواتي صبيان ومن حق مامتي ان هي تبقى خايفه على اخواتي، ايوه بس مش اللي هو لا انا لازم اسيطر، لا انا بعمل ربنا فيه وربنا يعامل عيالي برضو ويوقعهم في ناس كويسه برضو تعامل ربنا في ابني. لكن هي ما تحسش هي مسيطره وان انا ظالمه وباكل ابنها، يعني مش عايش مع وحش. لا هي مش وجهة النظر كده خالص، هي دايما كل ام بيبقى جواها، شكرا اتصالك يا اميره، كل ام بيبقى جواها خوف على ولادها، فامر طبيعي ان طبعا اي ام بتشوف ان في حاجه البيت بيقع لازم هتتدخل وتسيطر، صح ولا انا كلامي غلط؟ هو خوف مش لدرجه ان انا اخرب بيت ابني. صحيح، يعني الخوف ما يوصلش لدرجه ان انا مثلا اعمل ما بينهم مشاكل واكون انا عائق بالنسبه لهم، او اكون انا سبب ان هم يبقوا في مشاكل مع بعض. يعني مفيش ام بتتمنى خراب بيت عيالها. تمام، فهي شايفه الغلط بعينيها، لان انا عندي تاريخ طويل عريض شايفاه. في نصيحه، في ان انا انصحها، ما هو وفي ان انا الايام دي ما بيتصلحش اتعامل معاها كامها. ما هو في منهم، ما احنا برضو واخدينهم من بيوت، يعني احنا جايبينهم من بيوت واولاد ناس، مش جايبينهم يعني، اكيد احنا مختارين قبل ما نناسب. البنت دي مختارين. تجي لك في يوم تقول لك ايه، انا ما كنتش بعمل حاجه في بيت بابا ومامي. ما هي امر طبيعي عشان دي بس انها صغير، ما هي لسه هتتعلم. دي خيبة. ما هي جايه تتعلم عندنا، ولا امها كانت المفروض تعلمها؟ طب هو حضرتك اتعلمتي وانتي في بيت مامتك ولا اتعلمتي؟ طب يعني لا في بيت اهلي. اتعلمتي في بيت اهلي؟ لا اتعلمنا 80% بعد ما ما انا عايزه اتجوزنا. اقول ان الممارسه اكيد بيبقى ليها دور. على فكره انا دوري حيادي جدا، انا لا ضد كلام مدام ايمان ولا طبعا ولا هبقى معاكي ابدا يا خاله، ويا رب ما بقاش حمق رشانه في يوم من الايام. لكن انا بس اللي بتكلم فيه ان لو الزوجه مقصره في حق الابن، او العكس ممكن نتكلم برضو عن الزوج لو مقصر في حق البنت. تمام. هل انا يبقى ليا حق اكتر من مجرد النصيحه اني انا اتدخل باسلوب ممكن يضايق هي الحد الناس؟ لان انا امه وامها،
يعني انا امه وامها، هي دلوقتي لما بتيجي بتجي لنا احنا بنتنا احنا مش بنتهم هم، خلاص هي بتاعتنا احنا. طيب يعني هي بنتي فلازم هو تسمع كلامي. في بدايه الجواز في اول عيل او تاني عيل لازم يبقى في تاثير، صحيح. لازم الزوجه بيبقى عندها بعض التاثيرات، ولو الزوج ما عذرهاش على التاثيرات دي والمفروض يساعدها ولازم ويساعدها طيب. ولازم امه، ولازم امه تقول له ده التاثير ده طبيعي جدا، ولو قدرت هي تقدم كمان ايد وهي تقدم بحاجة. تقدم لهم كمان. فعلا عشان يبقى في محبه وفي الفه بينهم، صحيح. المشكله وبعدين المشكله طيب ناخد اتصال اول. الو أمه. هناخد اتصال احمد. الو الو اهلا مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا احمد؟ انت معانا على الهوا بس من فضلك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. محمود مع حضرتك يا فندم. محمود اهلا بيك يا محمود، ازيك؟ اهلا بحضرتك. انا بضم صوتي لصوت الناس الضيوف المحترمين اللي زي العسل اللي بيتكلموا كلام انفقد من سنين. ايوه قسما بالله انا يعني بنتفرج على الحلقه، ويا ريت يكون في حلقه تانية بموضوع تقصير الزوج للزوجه. والصعيد الناس الست المحترمه اللي معاكي من الصعيد ديت انا اللي ما اعرفهاش والله، مش متابع حلقاتها بس هي شخصيه محترمه جدا. يعني الموضوع شايف بس لابد عن الاطاعه، كله بيرجع للربايه وبيرجع للاساس وبيرجع للاب وبيرجع للام، ولا ايه؟ لا مظبوط طبعا، التربيه بيبقى ليها دور كبير جدا يعني، بس احنا بنتكلم ما بعد، يعني ما بعد الحياه الزوجيه. دلوقتي الزوجه، شكرا لاتصالك يا محمود. الزوجة دلوقتي اتنقلت لبيت الأسرة، اتنقلت لبيت الزوجية. نتكلم على دور الحما، هل الحما دورها بيكون توجيهي فقط ولا ممكن تتدخل بشكل يضايق؟ ما هو لو ما فيش أساس هتنداس. طيب خلينا ناخد اتصال مصطفى هنعرف الرب. أم مصطفى. ألو أم مصطفى مساء الخير. ألو أم مصطفى. طيب كلمينا تاني بقى علشان خاطر شكل الخط اتقطع. كنت بتقولي ايه بقى؟ خلنا في اليوم لو ما فيش اساس هتنداس. لو ما فيش اساس بتربي صح في البنت من الاول، لكن احنا معتمدين على ايه؟ تشوف الفيلم الفلاني وتشوف المسلسل الفلاني والحما بتعمل، بقى جواها حماتي هدخل يعني يا هي. طب السؤال بقى، هل ممكن الحما تتدخل في ميزانيه البيت؟ هل ممكن تتدخل في طريقه لبس مرات ابنها؟ لا لا لا، ملهاش ان هي تتدخل في الحاجات دي، لا. حتى لو لها اي تعليق يبقى تعليق توجيهي، ان هي بتوجه وبطريقه ظريفه بحيث ان هي برضو ما تخسرش مراتبنا، لانه ممكن جوزها نفسه يعلق، فهي تظن ان هي اللي قالت لجوزها علق على حاجه زي كده. بس هم البنات اللي بيقول لك ايه، بتجيب لامك، بتعمل لامك، يا انا يامك. لا ما فيش الكلام ده. ملهاش ملهاش. حضرتك من شويه قلتي هي زرعه. ايوه طيب خلاص، ما انا بقى الزرعه اللي انا زرعتها. لا احنا في تكسير، في ناس بتتاثر حبه فيها ممكن يتاثر الحاجات دي. انا بقول للبنت مالكيش دعوه ما دام مكفي بيتك. لا انا بتكلم على توجيهك انت او تدخلك انت كحما في ميزانيه او مصاريف البيت. هل ممكن مثلا لو هي جابت لبس جديد ليها، مكياج مثلا، هل ممكن انت تتدخلي في الموضوع بشكل يسيء ليها او شكل يضايقها ويجرحها؟ والله دي كسوتها مفروض على ولدي اللي انا ربيته. ماشي. هي بقى جابت حاجه زياده، انا اقول له هو يحاسبها. حضرتك بتقولي كل ما تتكلمي بتقولي اللي انا ربيته، اللي انا ربيته، ما كلنا ربنا اولادنا. ما ربيته بس يعني فرضا في حاجه يعني عدت عليه، ما انا ما ربيتوش يكون زوج، انا ربيته يكون راجل. هو دلوقتي بقى زوج وراجل، ما هو في حاجات بتعدي عليه، في حاجات بتعدي عليه لان هو لسه يبقى في توجيه بقى نوجهه. ما انا قلت هقول له هقول له هو يقول. طب ما هو انت بتقولي له، طب ما احنا عايزين برضو نعلق على النقطه دي. يعني انا مثلا لو انا متضايقه ما انا بقى اقول له من غير حقن. اي ده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه. يعني هل ممكن توجيه النصيحه او يعني ان احنا نتكلم في موضوع من ورا الزوجه، ان انا اكلم ابني على طول او بنتي؟ مش ده بيبقى من باب التسليط؟ هو ده الكلام اللي بيتقال. هي بتقول لي قولي له من غير ايه؟ حقن. صح ولا مش؟ أيوة. صح؟ يعني انت الكلام دي ممكن تقولي لبنتك، تقوم بنتي تدي الولد الحقنه. انا اقوله لبنتي؟ ما يعني انا دلوقتي بنتي سمعتك. تمام. وانت بتقولي ايه؟ قولي له من غير حقنه. طب ما هي البت شالت مني. لا طب. مش هتشيل، لان هي تربيتك وعارفاك كويس وحافظاكي اكتر من ان انا اقوله مهما انا قلت. انا اثر على ولدي وانت هتاثري على بنتك، صح؟ لا ما مش هيجسر ولا حاجه. والله هيجسر. طب يعني خلينا نتكلم فعلا، كتير جدا من الحموات للاسف بيبقوا فاكرين ان ده نصح وهي كده خايفه على مصلحه ابنها، لكن مع الاسف الموضوع بيتحول ان البيت بيبقى جحيم
ايوه ما انت امك قالت لك، ما انت امك عادت ما لك، انت ما ابن انت امك، امك، ايوه ما انت ابن امك، ابن امك، صح ايوه كده؟ صح. وبعدين يكون من ايه بتقول له كده؟ هي تروح رفعت التليفون على امها، ده حصل وحصل وحصل، وامها بتسمع لانها قلبها واكلها على بنتها، مش هتسمع لا ليه ولا هتسمع لضناي. هتقول لها زي ما يقول لك قولي له، زي ما يسوي لك سوي ما له، هو ده برضو تعالي يا الدور بنت عندي. السلبي للحما، يعني حمات ال لا ما هي لو قالت، هي لو ما هو ده دور سلبي برضو بعض الحمات هي لو من بتتبعه. الاول قالت لها حماتك دي امك ايوه ودي بدالي تمام. وتعامليها معامله طيبه زي ما انت تتمني ان. طب احنا معانا تليفون اتفضلي. هناخده. الو ايوه الو السلام ايوه عليكم. بدريه ازيك؟ مدام بدريه معاكي. اهلا وسهلا استاذه بدريه. مدام بدريه ازيك؟ انا ممكن يعني انا بأيد رأي الحاجه اللي معاكي، هي يعني كلامها كله جميل. طيب حاجه انتوا مين بقى، حاجه بتدخلوها في نفتالينا حاجات ولا هي بتتكلم حاجه فيها ايمان؟ صح؟ ايه بتكلمي؟ لا الحاجه الصعيديه. انت حضرتك بتكلمينا، انت الحاجة بتكلمينا، بصي العسل دي كلمينا من التليفون واحنا سامعينك، انت رأيها معانا على الهوا. رأيها 10/10. طب انت معانا على الهوا فكلمينا من التليفون. لسه انا طافية التلفزيون والله. حلو. طيب انا عايز اسالك ايوه سؤال، انت حما؟ انا بشكرها لرأيها. انت حما؟ انت حما؟ حضرتك لا حما؟ انا مش حما، انا مرات ابن. انت مرات ابن؟ اه مرات ابن. يعني انا ليا حماتي. طب حماتي ليه ما تتدخلش في حياتي؟ لما والدتي بتتدخل في حياة اخويا ومراته. تمام. فانت شايفه ان تدخل حماتك في هي حياتك سايبه بشكل حالات هي لطيف اكبر ده مننا، مش سايبه بيأثر على حالات احنا حياتك مش بالسلب شايفينها. ابدا، صح كده؟ يعني هي كلامها كله صح في صح. طيب تمام حلو قوي. شكرا لاتصالك يا بدريه وشرفتينا باتصالك، كلامك بسم الله عليها. امها بتتدخل في حياه ما هو ابنها. ده نموذج كويس. ايه بقى؟ حلو. لان هي لما فهمت او تفهمت ان حماتها بتتدخل ما بتتدخلش بالسلب، هي تقبلت الموضوع وما لخبطش حياتها. تمام يعني ده راي سليم برضو. تمام ناخد اتصال من ساره. الو ساره كلمينا مره تانية. حماتها خنقتها. حماتها خنقتها. طيب انا دلوقتي مدام ايمان، اتفضل. يعني لو انت لقيتي ان فعلا مرات ابنك مش حابه تدخل ولا حابه النصيحه، وحاسه ان هي سايقه في الدور قوي، وشايفه خلاص ان هي بقى المفروض كل الموضوع برمته بيرجع لها وهي تمسك كل مقاليد الامور، تمام مفيش هتتعاملي مشكله. معاها ازاي؟ هتعامل معاها بقى ان احنا يعني ان هي برضه هتبقى زي بنتي عادي، بس مش هتدخل بقى في اي امر ما دام هي رافضه كده. هتزعلي؟ لا مش هزعل. يعني هل ده هيأثر على علاقتكم؟ لا لا ما يأثرش على علاقتنا وهل ده اطلاقا. ممكن يخليكي مثلا تكرهينك تروحي بيت ابنك؟ لا طبعا، لا تمام. طبعا، طيب انا هخلي العلاقه ما فيش فيها تدخلات خالص، وهخلي العلاقه طيبه جدا بيني وبينها. طيب ما انا من الاول لو انا خليتها صاحبه ليا واخت ليا وائتمنتني مره واتنين على بعض حاجات تخصها هي وجوزها او حاجات تخصها هي بس، ولقيتني انا عند حسن ظنها، هي نفسها اللي هتبقى عايزاني اتدخل. تمام هناخد اتصال محمد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا محمد. الله يخليك يا فندم. انا عايز اسال سؤال كده لوجه الله. اتفضل. انا دلوقتي يعني بالنسبه للحما ومرت الابن، المفروض ان الحما اصلا لو حبت ابنها هتحب مرت ابنها. صحيح. بالاخر كده. تمام. صحيح. وبعدين هي يعني برضو المفروض ان هي يعني تعاشرها بالمعامله الحسنه، وبرضو عشان خاطر ابنها. صحيح. عشان خاطر ابنها برضو معاها وزي كده، لان هي لو عملت فيها حاجه برضو، لان هي كده هتاذي ابنها. مظبوط. يعني بس انت شايف ان التدخل لازم يكون بالحسنى علشان الولد ما اه يحسش ان هو عايش في اه جحيم وفي صراع ما بين الزوجه وما بين تمام الام. يا فندم. ويبقى برضه من الناحيه الثانيه ان الزوج برضه يبقى كويس برضه. تمام. الزوج يبقى كويس برضه عشان هي تبقى كويسه في امه وكده. صحيح. رايك منطقي يا محمد، يعني انا بشكرك عليه حقيقي. فعلا يا ريت كل الازواج يراعوا ان هو زي ما، يعني احنا مش هنقول يعمل موازنه ما بين الام والزوجه، لان طبعا كافه الام دايما لازم تكون رابحه، لكن احنا بنتكلم ان يا ريت يدي كل واحد حقه. هسالك بقى سؤال. اتفضلي. يا ترى سؤاليكي طبعا، يا ترى هل انا ممكن احب ولاد بنتي اكتر من ولاد ابني؟ لا لا بصراحه لا. ممكن افرق في المعامله؟ لا 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 بالعكس،
ده يعني ولاد الابن، يعني هم ولاد بنتي ولاد ابني واحد. تمام. بس ولاد الابن دول من دمي. طيب سؤال ليك يا خلينا نفترض بصراحه. على حسب الحنيه. على حسب الحنيه يعني ايه؟ يعني هتلاقي ضنا قريب من قلبك وحنين ومعطاء طبيعي هيبقى قريب من قلبك. لا احنا بنتكلم على فكره على اطفال صغيرين، لا عرفوا يبقوا العطاء ولا عرفوا حاجه، هو طفل بريء مش عارف. عز من الولد ولد الولد. صحيح. لكن طبيعي برضك هتلاقي ان في عيال قريبه للقلب اكتر من عيال. طب ما هو ده ممكن ياثر على معزه الام والاب، وبالذات الام هي اللي بتحبب وهي اللي بتعمل وهي اللي بتسوي. عشان اولد الفه ما بين السلايف يعني انا علشان اخلي السلايف اخلي مرات ابني دي ومرات ابني دي ومرات ابني دي تحبني لازم اكون كويسه مع اولادهم كلهم. صحيح. وزي ما اجيب للبنت دي حاجه اجيب للولد ده حاجه اجيب لي ده لازم. لا يعني فعلا عشان يخش يحبه على يدي ما فيش مشكله. إيه؟ انا كنت بعمل كده مع جدتي الله يرحمها. إيه؟ ده مش عيب. الثانيه انا حمل اتنين، الثانيه تقول لك لا هو اذلال، بصها من خدها دي وخدها دي هتحبي مين اكتر؟ طب هنعرف بس بعد ما ناخد اتصال. مروه الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيك يا مروه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. وطي التلفزيون يا مروه لو سمحتي واسمعيني من التليفون. كلام الجماعه اللي هم عن البرنامج عن الحموات يعني. ايوه احنا اللي بنتكلم عن الحموات، اتفضلي. انا مرات ابن عادي بس هو كل حاجه يعني انا مش حما ولا حاجه، انا مدام لسه ولادي صغيرين. كل واحده لو راعت ربنا في بيتها وعيالها وجوزها وحماتها هتلاقي كل حاجه ماشيه بما يرضي الله. تمام. والام لازم تعرف ان مرات ابنها دي زي امها، بس اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في مراته ولا في ولاده. طبيعي الام بيبقى بينها وبين جوزها لازم يكون في علاقه، بتحس ان هو خدها منه، بس هي لو بتتمنى له السعاده اكيد اكيد هيكون دوت حبها لاولادها واولاد ابنها واولاد بنتها كله زي بعضه يعني. كلامك مظبوط يا مروه، احنا بنتكلم النهارده، انت كلامك صح طبعا وانا بشكرك جدا على اتصالك، بس احنا النهارده بنتكلم عن الحالات اللي هي مش عايزه اقول حالات شاذه بس اللي هي اكستريم، يعني اللي هي مثلا الحمى الشديده بزياده، او مرات الابن اللي ممكن تكون عايزه تاخد اكتر من حقها، او ان هي تحس خلاص ان هي سيده الموقف وتسيطر على كل حاجه ومش عايزه اي حد يتدخل في حياتها ولا حتى بالنصيحه، او الحما اللي ممكن تكون بتسيطر بشكل ممكن يخلي البيت جحيم. في واحده تقول له مثلا ايه يانا يامك، ممكن عيل يقول لها لا انت تفكر 100,000 مره ان هتيجي واحده برضك هتقول له يعني يا مراتك هيختارها وهيسيبك لانه في الاساس ساب امه، فانت هتكوني هين عليه. لا ما هو دي من الحالات اللي احنا اكيد مش يعني مش انا مش هتفق معاها ابدا، يعني الناس دي اللي بتقول يانا يا فلان لا طبعا احنا هي المفروض تعمل ايه؟ تشاركها. هتشاركها تعمل لها ايه؟ تقول لها ايه رايك في الحاجه دي؟ مش لازم تدخل في خصوصيات بس تحسسها ان هي ايه امها. تمام. يعني انت امي يعني ساعديني سوي لي. طب ناخد نجلاء عايزه تقول حاجه. ايوه نجلاء الو. وعليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، مع حضرتك نجلاء لطفي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، والله انا موافقه كل الاتفاق مع مدام ايمان. تمام. كل كلام مدام ايمان مظبوط يعني. خلاص كده في صوت لمدام ايمان واثنين صوت لخاله نفتالينا. انت موافقه على ان التدخل لازم يكون تدخل بشكل منطقي لطيف؟ نصيحه يعني مدام ايمان يعني بتاخد الامور يعني ببساطه، وبتاخد مراته ابنه وبتتفاهم وبتبعد عن يعني ايه، بتخلي كل تدخلاتهم ان هم يعني ايه يكونوا مع بعضيهم يعني اسرارهم مع بعض. هي يعني ممكن كده انا حسيت من كلامها ان هي تدخلها بيكون في الاخر خالص يعني. تمام. لو احتاج الامر. تمام، شكرا لاتصال حضرتك، شرفتيني. معانا عبير. الو عبير كلمينا مره تانية. كنا بنتكلم بنقول اتفضلي. كنا بنتكلم بنقول اخر حاجه وصلنا لها ان السلايف. السلايف. انا ممكن احب ولاد ابني ده عن ولاد ابني ده واطلع جيل كاره بعضه.
أو. لا لازم احنا نوفق ما بين، يعني لازم احنا نعامل الاحفاد كلهم سواسيه علشان نخلي السلايف اخوات وحبايب، ولازم نعودهم من اول ما يجوا بيتنا سلفه اتنين تلاته، لازم نعودهم من علاقتهم بينا هنا بيت البيت الكبير، هنا الام والاب، اللي يقول كلمه هنا ما بتخرجش بره، ولازم ولو حصل تاتش ما بين ابني ومراته الصح، انا بقول له كل حما الصح، حتى لو ابنك مش غلطان ما تجيش على مراته قدامه، لان الزمام في ايديه، الزمام في ايده هو، الراجل لو جيتي معاه في اكتر التصرفات البيت يخرب، انما لما تاخديها على جنب بينك وبينها تقول لها انت غلطانه، انت حصل كذا كذا منك والتصرف ده ما كانش مظبوط وما كانش في محله صحيح، وقدامه هو تقولوا الامور تتاخد ببساطه، لازم تاخد الامور ببساطه، هي ما تقصدش، هي ما عندهاش الوعي للامر ده، هي صغيره علشان البيت ما يخربش. لكن طبعا انت بالنسبه لك لازم يخش يبوسوا ايديكي علشان تحبيهم صح كده؟ ولادي بيخش يحبوا على راسي، انا اللي ربيت، انا اللي ربيت. هقول لك حاجه، قولي حاجه. ربنا ما بيخلقش حاجه كده باطل ونعم بالله طبعا، والبيت لازم تفهم الكلام دي. السره دي اللي ربنا خلقها في جسمنا، حد فكر ربنا خلقها ليه؟ لا انا ممكن اعرف منك ربنا خلقها ليه، بس لو سمحتي خلينا يعني عند النقطه دي اما ناخد اتصال. عبير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا هو الموضوع ده موضوع مهم جدا ويهم كل بنت يعني. أيوة. هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر، بس انا رايي مع مدام ايمان، ربنا يحفظها ويخليها لاولادها يعني، وطبعا مدام نفتالين رايها يحترم يعني، وربنا يديها لاولادها. خاله نفتالين. خاله مدام اي حاجه بس انا اختلف. ربنا يهديها لاولادها يعني، وفي الاول وفي الاخر هي البنت لازم تتعامل مع حماتها على ان هي امها الثانيه يعني. مظبوط. طبعا ان هي لازم تظهر احترامها ليها واهتمامها بيها، عشان كل ده بيبين حبها لجوزها يعني. انت اتجوزتي ولا لسه؟ لا انا لسه. طيب خلاص. حماتي المستقبليه فاتمنى تبقى زي مدام ايمان كده ان شاء الله باذن الله. انا جاي اسكبني عشان اوريك الحاجه. ان شاء الله ربنا يرزقك بزوج صالح وحما تحبيها وتحبك. شكرا لاتصالك. كنا بنتكلم بنقول ربنا خلق السره. السره ليه؟ هقول لك عشان تبقى علامه لكل ولد وبنت ان انت كنت مربوط بيا، يعني خدت من دمي وخدت من لحمي وخدت، فربنا بيفكرك بالموضوع ده. خلينا نفترينا، هو انت ليه متخيله ان اي واحد لما بيتجوز او اي بنت لما بتتجوز خلاص بتنفصل عن امها وعن بيت العيله؟ ما هو ده امر منطقي ان هو هيفضل طول عمره لاخر عمره في رباط مع اسرته. اكيد. احنا بنتكلم على نقطه، هل تدخلك كحما ممكن يتسبب في اذى؟ انا مش بتدخل كحما، انا بعترض على كلامك، انا بتدخل كأم. انا امه وامها غصب عنها وعنه. طب ولو هي اعترضت؟ حقها تعترض، وانا حقي ان انا اقول ايه اللي فيه الصالح. طب لو وصل الموضوع لا قدر الله ان البيت ممكن يحصل فيه خراب، هيبقى انت رايك ايه او انت هتعملي ايه؟ لا مرضاش لخراب بيت ولدي، مرضاش لخرابه، انا بقول اللي مصلحته. احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه؟ لان باختصار في بيوت كتير جدا بتقع وبتتهدم وبتتخرب بسبب الام، بسبب تدخل الام الزايد عن حده اللي ممكن يخلي. تدخل انهي ام بقى؟ اني ولا امها؟ الاثنين. هما المفروض في بدايه الجواز تدخل الاثنين، يعني احنا بنتكلم على تدخل الاثنين. هنكلم بس رضا نشوف رايها ايه. رضا، استاذ رضا. هنكلم استاذ رضا ونشوف رايه ايه في الكلام ده. استاذ رضا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا خير؟ ازيك يا خير نفترين، عامل ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. اللي هنا الحماوات عندنا معانا استاذ ايمان برضو يا استاذ رضا، يعني استاذ ايمان. أيوة. سلمت على خالد نفتالينا بس عشان كلامها على وجهك. معانا استاذ ايمان. ازيك يا استاذ ايمان عامل ايه؟ ولا حضرتك. الله يخليك. ولا بقول لك هنا الحمامات، ناس هنا الحماوات هنا كويسين مع نسوان اولادها، وهنا كويسين وبيحترموا بعض ويقدروا بعض، وهنا البنت بتحترم حماتها وحماتها بتحترمها، وهنا كويسين مفيش حد وحش في حد. واذكر حد حمات يعني جديد عليه ولا حاجه من بره في مصر ولا حاجه، ده ما يضرش في حاجه، انما هنا الناس كويسه في بعضيهم، في واحده حلوه وفي واحده كويسه. تمام. ولا ايه رايك؟ لا انا عن نفسي يعني وجهه نظري، انا شايفه ان مفيش حد شبه التاني ابدا، كل واحد بيبقى ليه طبعه.
وليه برضو الحاجات اللي تقبلها، واكيد ليه الحاجات اللي... طيب ناخد يعني، ايه رايك انت يا خاله في الموضوع ده؟ عشان كان لسه ليكي، انت ايه رايك في كلام استاذ رضا؟ والله هو بيقول لك عندنا كويسين لان الاصل طيب ومتربيين على اساس، ما انا بقول لك لولا الاساس هتندهس. صحيح. ناخد اتصال من مروان. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي. انا عايزه اسلم عليكم جميعا. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. انا مع الرأي الحاجه اللي هي السعوديه دي. شرفتينا. انا على فكره اي حاجه بتحصل بيني وبين جوزي بنزل اقولها لحماتي عادي، باخد رايها حتى لو جبت اي حاجه لبس او اي حاجه. يعني انت شايفه ان من حق الحماه انها تتدخل في حياه مرات ابنها عادي؟ ما هي مادام بتنزل تحكي لها تبقى حماتها كويسه، تبقى حماتها هي اللي اديتها المعنى ده، خلتها ان هي تنزل تقول لها. مش معقول حماتها وحشه وهي تنزل تقول لها. ممكن تكون هي صاحبتها، ممكن تكون هي الست شديده شويه فرحت مصاحباها، قالت لها الله ده ابنك تربيتي حلو، قولي لي كده ياما انت ربيتيه ازاي عشان اربي عيالي، حتى لو مش هتعملي نفس الحاجه. ايوه خدتي برضاها. ايوه ما هي ام هترضى على ابنها، هترضى عليكي، ربنا هيرضى عليها. يا ست ام مروان، انت ست ام مروان، انت حما ولا لسه ما بقيتيش حما؟ طيب هو الاتصال فصل. كنا بنقول ايه بقى؟ يعني انا يوم ما هرضى عليه الجنه تحت رجلي. صحيح. انا جنتها قبل جنته علشان دعوه الام في الكم ودعوه الحما في السماء. ومصيرك يا مرات الابن تبقي حم، هتبقي حم. والرسول قال ايه؟ امك وامك وامك، ثلاثه. مظبوط. احنا مش معترضين على الكلام ده خالص، بس تعالى بقى كده، تعالي كده قولي لي، هل دلوقتي لو ابنك كبر او بنتك وقررت او قرر ان هو يختار شريك حياته، وانت مثلا شايفه ان لا دي مش مناسبه ليه وياخد بنت خالته احسن مثلا، هل لو الجوازه تمت بدون رضاكي ممكن بعد كده ان انت تتعاملي معاها بشكل يليق بيها او شكل يعني تحترمي ادبيتها؟ والله هعملها بما يرضي الله، بس صدقيني اللي بعيد عن رضا الام ما بيتم. يعني هو برضه هيعيش مش مبسوط علشان خطف. الا اذا هي بقى كانت كويسه وخطفت قلبي قبل ما تخطف قلبه. ما دام من ايه رايك؟ لا هو لو هو ما خدش رايي واتجوز مثلا، مش شرط بقى بنت خالته. لا هو اكيد هياخد رايك، بس انت مثلا لو انت شايفه ان لا انا هجوزه دي ومش هجوزه دي، وهو قرر انه لا دي انا برتاح لها وبحبها وهتجوزها. لا هي مش هيحصل ان انا اقول له انا مختاره دي وخدها، لا انا مختاره دي وشوف لو عجبتك خدها، ما عجبتكش خلاص. وفعلا انا مختاره مرات ابني الكبير. فعلا؟ فعلا انا اخترتها ووريتها له وعجبته، انسانه على خلق، بنت ناس محترمين. وفعلا شفت اخترت الاصل الطيب. اخترت الاصل الطيب. ابني اللي بعديه هو اللي اختار لنفسه واختار اصل طيب. يعني يا جماعه انا عايزه اقول على حاجه، بيخرق من ظهر العالم فاسد، مع احترامي طبعا، من ظهر الفاسد عالم. ممكن يكون ناس كويسين جدا لكن دلعوا بنتهم بشكل زياده او ما عرفوش ان هم يعلموها كويس، فالبنت طلعت ايه؟ مختلفه تماما عن اهلها. فانا عايزه اقول ان ممكن الناس يبقوا كويسين بس طباع بنتهم مختلف. ممكن الحياه تعلمها طباع تانية وهي تنجذب للانطباعات بتاعه الحياه. خاصة ان احنا دلوقتي ما بنربيش ولادنا لوحدنا، ده في مليون حاجه، لا في مجتمع والشارع والمجتمع والنت. يبقى هنا بقى ايه يعني لازم احنا نتك على حته الدين بقى. صحيح. يعني انا بربي وهو هيخرج لمجتمع، لو في وازع ديني وانا ربيت على 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 دين، لا بيخرج يعرف يتصرف بقى. طيب انا راجي ان الدين معاملة مش دراسة. يعني انا اشوف ابني بيبص في ايه، بيعمل في ايه، بيسوي في ايه، مش سايباه واقول خلاص ما هو قاعد ساكت، لا ما ينفعش. صحيح. الدين معاملة قبل ما تكون دراسة واخلاق. يعني إيه لما نزلت كل الكتب اللي ربنا نزلها وصى بالاخلاق اول حاجة. صحيح. قبل الصلاة وقبل الصوم، اخر حاجة جات الصلاة والصوم. صحيح. فلازم الاخلاق الاول تتزرع الارض اللي انا قلت عليها انا وابوه. طيب خليني اسالكم سؤال. اتفضل. في بعض الامهات بتتضايق من تدخل الحما في انها مثلا ممكن تضرب او تزعق للابن. لابنها؟ للابن. ان هي تضرب حفيدي يعني؟ يعني ان التدخل في تربيه الطفل. ان الحما مثلا ممكن تضرب الطفل او تتغاب عليه، مش تتغاب عفوا يعني. اللي ممكن تعنفه، ممكن مثلا لو الولد غلط غلطه مثلا. لا بننصح. صحيح. بننصح ونقول ده غلط طبعا، ما ينفعش التعنف. ممكن تضربي حفيدك زي ما ربيت ولدي.
وده قدامي عمل غلط هعاقبه زي ما عاقبت ولدي. يعني مثلا هل انت كنت بتعاقبي ابنك بالضرب فممكن انت تضربي حفيدك؟ اه ليه، لو عمل حاجه غلط اقول مره واثنين وثلاثه وعشر ال11 هيتضرب. طب لو حسيتي ان مرات ابنك بتتضايق من ضربك لحفيدك؟ تتضايق؟ انا بربي اللي هي ما ربتهوش. هي شافتني حذرت مره واثنين وعشر وما ربتش الولد، يبقى مين اللي يربي؟ طب والتدخل في الاكل وفي الشرب وفي نوعيه اللبس؟ لا لا يعني لا. ممكن مثلا الام بتربي، طبعا احنا عارفين ان اي ام في بدايه حياتها بتكونش عندها الخبره بتاعت الام اللي ربت جيل او اتنين، يعني ربت عيل واتنين خلاص بقى يعني بتبقى فاهمه كويس بتعمل ايه. الام اللي لسه جديده بتبقى مش عارفه نوعيه اللبس ممكن الاريح ايه، الاكل ايه، ممكن في ستات مثلا ما بتاكلش قبل 6 شهور والحمل لا لازم مثلا تروح. يعني في امهات كتير جدا، وانا سمعت فعلا يعني كان يعني دي حاجات شخصيه انا شفتها، كانت الام بتتضايق قوي ان حماتها بتاكل ابنها من الاكل من الطبيخ، ما تخليها تاكل مره وعدت، خد انت ابنك بعد كده اكليه الاكل اللي انت عايزاه. ما انا قلت لحضرتك ان من البدايه يبقى في حب، يعني من البدايه يبقى في حب، لازم احببها فيا، دي البدايه اول حاجه احببها فيا الاول، وبعد كده هي هتتقبل مني حاجات كتير يعني. واللي مش هتتقبله ايه؟ هتسيب لها الولد بعد كده. تسيبه ما هو ابنك. ايوه هتسيبه ما تطمن. طب انا هسالك سؤال، يعني انت ممكن تتقبلي ان مرات ابنك تروح الشغل وتسيب الولد معاكي طول النهار؟ ناس كتير إيه بتعمل كده. ده حته مني. يعني انت ما عندكيش ازمه؟ ده طرح الصدره اللي انا زرعتها. يعني انت مش هتحسي انك مرهقه، انك هي بترمي عليكي مسؤوليه مش بتاعتك؟ بس ما تروحش بعد الشغل تقول لك هروح اكل مش عارفه فين تعالي اعمل الاكل لجوزك اللي جاي تعبان. صحيح، انت كلامك منطقي جدا على فكره، انا معاكي 1000000%. لكن تخرج من الشغل وتقعد مع اصحابها وتقعد تتصور لك مش عارفه ايه بتاع ايه اللي بتقولوا عليها دي سيلفي. ايوه السيلفي دي صور سيلفي. ايوه كده تتصور وتجيب من لك حنك البطه وبوز البطه وحط الاحمر والاخضر، تعالي اعملي الاكل حقهم وخدي راي جوزك وروحي مطرح ما تروحي. طب انت لو شايفه مثلا ان مرات ابنك لبسها مش مناسب، او مثلا بتحط يعني اللي هي مسحيه التجميل دي بشكل مبالغ فيه، والولد الزوج مش معترض تماما، هل انت ممكن تتدخلي يا مدام ايمان؟ لا مش هتدخل. مش هتتدخل؟ لا لا. طب انت خلينا انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه، انا ممكن اعلق تعليق بطريقه كويسه. انا خايفه يعني ممكن اعلق تعليق مش تدخل بقى، يعني لا لا كده غلط، ولا تعملي كذا وما تعمليش كذا، واقول لابني واعمل مشكله، لا يعني اعلق تعليق. لا انا لو شفتها ايه الاجر جوزك اللي انت عاملاه في وشك دي، مره في مره هتكره هتخف. طب انت لو قلت لها الاراجوز اللي عملتيه في وشك ده وهي ما تقبلتش ده وزعلت، هيبقى انت رد فعلك ايه؟ انا قصدي مصلحتها هي، هتحط الحاجات دي هتطلع فين؟ في الشمس. ما الشمس هيحرق وشها، ولدي هيخاف من شكلها، هتجوز عليها. طب صحيح انا عايز اسال سؤال مهم جدا، تعدد الزوجات، في طبعا فئه كبيره جدا بترفض، وانا واحده منهم، وانا منهم، وانا برفض تعدد الزوجات. هل لو ابنك جه وقال لك انا هتجوز على مراتي على الرغم ان الست دي مش مقصره ولا اي حاجه، هل ممكن تشجعي؟ لا اقعد افهم منه فيه ايه ومنها، مش يمكن في تقصير وهما مش مش دراني. طب هتشجعي في تقصير او مفيش تقصير، هتشجعيها لانه اتجوز جوازه ثانيه؟ لا مفيش حاجه هشجع وخلاص، في تقصير هشجع، مفيش تقصير مش هشجع. دي بنتي برضك، دي برضك تبقى بنتي، واللي مرضوش على بنتي مش هرضى عليها. تمام، تم رقبته تحت رجلي. لو هو قال لك انا عايزه اتجوز بدون سبب، ايوه رقبته تبقى تحت رجلي. ويبقى لا ولدي ولا اعرف، والبيت بيتها، هو يروح تانية يجيب لها بيت تاني. تمام، اهو جاب لي واحده هطلع فيها غلي. يعني انت برضه هتتعملي عليها حمد. ايوه مش خطفت ابني من بيتها. مدام ايمان ممكن تشجعي ابنك انه يتجوز جوازه تانيه حتى لو مراته مقصره؟ حتى لو مراته، لو مراته قصرت في حقه، والحقوق بتاعت الزوج كتير، لو هي قصرت مثلا بنسبه 90% ولا اكتر من 90%، هو حر بقى عايز يتجوز يروح يتجوز. انا عن نفسي موافقه، هوافق، انما لو هي مش مقصره ومقصره تاثير، اي واحده ممكن تاثره، الطبيعي ان معاها اطفال، ان الوقت مش مساعد، ان الظروف الماديه مش مساعده، في بيحصل تاثيرات. لو التاثير اللي هو الطبيعي لا طبعا ما اقول له ما تتجوزش، ولو اتجوز ما يدخلش عندي فعلا، ما يتجوزش طبعا. طيب انت من رايك ان لو
مرات ابنك مدلعاه كأنثى، واللي هي مهتمة بنفسها ومهتمة بشياكتها ومهتمة بجمالها ومهتمة بحاجات بعيدة عن البيت، ده هيكون بالنسبة مريح ابنك، ده هيكون بالنسبة لك أفضل. اه طبعا حاجة جميلة، يا ريت، لأن حاجة زي كده مش هتخليه يفكر الفكرة اللي حضرتك قلتها من شوية. طب أكيد ده رأي ليكي، رأي مهم. أيوة طبعا، ما دام مريحاه خلاص، بس فين الراحة؟ فين الراحة ازاي؟ في واحدة بتريح؟ ايوه الله، اه بيريح، امال ايه؟ يعني ما هو ما فيش حد في الدنيا مرتاح على طول 100%، مش ممكن، مش ممكن هتلاقي واحد وواحدة ما فيش ما بينهم مشاكل. ربنا يريح الكل. طب انا هسأل سؤال، لو حصلت مشكلة ما بين الزوج والزوجة، بنتك مثلا وجوزها، وسمعتي صوتهم مثلا وسمعتي ان حد فيهم تطاول على التاني، ممكن يكون رأيك ايه؟ هدخل اكتم رقبتهم هما الاثنين. الاثنين؟ الاثنين. حتى جوز عشان بنتك؟ صوتهم طلع. يعني طب ما هو امر طبيعي انه ممكن يحصل مشاده كلاميه، ممكن يحصل بيها مشاكل صوت عالي. حتى لو يبقى كان مش المفروض ان الناس كده تسمعهم، فين بقى التربيه؟ تربيتي وتربيه امه. صحيح. لو هم متربيين صح ما كانش صوتهم طلع. في مثل بيقول الراجل ومراته زي القبر وافعاله. المفروض ان الراجل وزوجته يبقوا زي القبر، القبر بنعرف ايه اللي فيه، بيتحاسبوا ازاي او احنا بنشوف أكيد حاجه. لا طبعا، فهو الزوج وزوجته زي القبر وافعاله. طب انت ممكن تتدخلي في حياه زوج وزوج، يعني زوجه وزوج، سواء بقى بنت بنتك او مرات ابنك، تتدخلي؟ ايوه تدخل في الخير، تتدخل. ايوه ما فيش حد بيحبش مصلحه عياله. لو الامر تطلب يعني، لو الامر تطلب التدخل نتدخل، لكن مش الحاجات الصغيره، سيبهم يحلوا الحاجات الصغيره دي بدماغهم هم بمزاجهم، ويتعلموا الحياه ماشيه ازاي. انما الامر تطلب بقى وصلوا لمرحله كبيره، اه نتدخل. نتدخل يعني عادي، التدخل بالنسبه لكم امر مباح لو هو ده امر واجب. تدخل ايجابي مش سلبي. صحيح، تدخل ايجابي، لان هم ما عندهمش الخبره ان هم يحلوا المشكله. طيب. ولا ما كانش صوتهم طلع. صحيح طبعا. هو احنا لو فضلنا نتكلم طول الوقت عن علاقه الحما ومرات الابن او العكس، يعني مش هيخلص الكلام، ده موضوع كبير وقديم وهيفضل مستمر حتى بعد ما احنا نموت. طبعا انا بحيي كل حما وكل مرات ابن بتحترم حقوقها وواجباتها، عارفه حقوقها فين وواجباتها فين، عارفه ازاي ان الحياه مشاركه ومتحاولش ان هي تاثر على حياه التاني بطريقه سلبيه. طبعا بشكر الحموات الفاتنات الجمال اللي كانوا معايا النهارده. بس للبنت هقول لها كله سلف ودين، حتى المشي على الرجلين. طب انا استاذن حضرتك، انا ذكرت اتنين من ستات ولادي وما ذكرتش الثالثه. اتفضل. الثالثه جميله جدا. أيوة. محترمه جدا. أيوة. وبنت الناس محترمين، وبتوجه لها تحيه. بتوجه مدام ايمان، توجه تحيه لكل مرات مصطفى وكل البنات الجمال اللي عارفه ان دي ام، ومسيرك يا مرات الابن هتبقي حما، صح كده؟ ايوه. وفي نفس الوقت برضو كل حما لازم تراعي ان البنت دي ممكن يكون ما عندهاش خبره قوي في التعامل، فواحده واحده عليها. طبعا بشكر كل الناس اللي اتصلت النهارده بينا وكلمتنا وشاركتنا رايها، وكل الناس اللي شافونا ما عرفوش يوصلوا لنا. بشكر ضيوفي الجمال، استنونا حلقه جديده وكلام جديد وستات.com. باي باي.